بعشق، كنت بقعد امثل وارقص قدام الكاميرا قدام المرايه وانا صغيره، يقولوا الله البنت دي فيها مواهب فظيعه، البنت دي هتطلع ايه؟ رغم ان انا كنت شاطره جدا في الدراسه على فكره، كنت متفوقه جدا، وكان عندي طموح ان انا ابقى اخد دراسات عليا وحاجات كده، وبالرغم كده كان الدم الفن في دمي بشكل، كنت بعشق الفن، اخش افلام فاتن حمامه واخش افلام مجدة المرحومة الله يرحمها، ويمكن أحضر العرض مرتين وثلاثة، والأفلام الأجنبية وأخرج أقلدهم وأرقص وأغني، فهم حسوا إن أنا فيا موهبة حقيقية يعني. وصممت بقى قلت لا يعني أنا همثل همثل، وبما إن بابا كان بيحبني جدا وكنت بنت على ثلاث صبيان، فما كانش بيقدر يعني يرفض لي طلب الحقيقة، وكانت شخصيتي قوية يعني من وأنا صغيرة، ففرضت بقى موهبتي إن أنا لازم أدخل الفن. قال لي طب بس على شرط مامتك تبقى معاكي، ماما يعني تبقى معايا في كل خطواتي، تبقى معايا في الاستوديو في البلاتو يعني، ما اروحش من غيرها. فقلت له أوكي، وقال لي الشرط التاني إنك أنت تتفوقي في دراستك، يعني لازم تكملي. فالشرطين دول الحمد لله حققتهم له فوافق. نادية الجندي بالمدرسة بلشت تمثلي صح؟ كنت تتحججي وتقولي مامتك عيانة. أيوة عرفتي منين؟ العصفورة. خبرينا شو قصة أنك كنت تتحججي وتقولي أنه يقولوا مامتك عيانة وبعدين صحابك يشوفوكي على الأفيشات؟ ما هو حامل ايه؟ ما انا في الدراسه عايزه اخرج، عايزه اروح الاستوديو، عندي ميعاد في الاستوديو. فكانت طبعا طبيعي ان انا ما بقولش في المدرسه ان انا بروح الاستوديو امثل. فقلنا اتحجج بقى، اصل مامتها تعبانه، اصل في ظروف، اخرج من المدرسه اروح امثل وارجع تاني. وبعدين لغايه لما اكتشفوا بقى ان انا بمثل، فكانت طبعا مفاجاه للجميع. نادية الجندي مثلتي بعمر كتير صغير، بس مش بس مثلتي، منتجة. لا بصي أنا أنتجت بعد، يعني الأول كنت بعمل أدوار صغيرة. يعني أنا حياتي اتقسمت لمراحل. أول مرحلة اللي هي البدايات، يعني أنا معروف إن أنا كنت ملكة جمال الربيع واختاروني، فكان الجايزة عقد لبطولة فيلم، فبدأت أمثل. لكن ما خدتش بطولات، اول ما خدت ادوار صغيره مش كبيره، لا مش صغيره قوي لكن مش كبيره، ادوار دي مرحله قعدت فتره. المرحله الثانيه دي بقى اللي انا قررت ان لا مش هقعد، يعني تمردت زي ما بيقول، تمردت لا دي مش موهبتي، انا موهبتي اكبر من كده. قعدت فتره طويله المخرجين حصرني في ادوار صغيره، وما فيش حد عاوز يجرؤ ان هو يعني مثلا مش زي دلوقتي، يعني دلوقتي ممكن جدا يجي منتج او مخرج يجازف ويدي بطوله لوجه جديد، لا كان زمان مش كده، لا يعني يقول لك لا ما اسمها صغير لسه ما بتبيعش، ما اقدرش اعتمد عليها كبطله. ففضلت محصوره في الادوار الصغيره فتره، وبعد كده قلت لا مش هفضل طول، يعني لازم بقى انطلق وابين امكانياتي، وابين امكانياتي في فيلم كمان، يعني اخترت فيلم صعب انتاجيا وصعب تمثيليا وصعب انك انت تعملي عمل كوستيومي زي بامبا كشر، ده محتاج انتاج ضخم جدا، محتاج شركه كبيره تنتجه. فشوفي التحدي يعني، فانا تحديت نفسي ان انا اول ما هدخل انتج هيبقى عمل كبير وعمل متميز وفي اثبت فيه كل امكانياتي، تمثيل، رقص، غنى، استعراض، كله. فعشان اوريهم ان انا يعني اتظلمت الفتره اللي فاتت في انكم بتحصروني في ادوار صغيره بس. فكانت بابا كشر